الآن المرة اللي فاتت عن عنصر الخشوع في العبادة، ونحب نتكلم المرة دي على نقطة أخرى. المرأة السامرية لما سألت السيد المسيح عن مكان السجود، قال لها: الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. عايزين نفهم كلمة الروح والحق دي، ودي في يوحنا إصحاح 4، في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 3 آية 18 بيقول: لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. يبقى هنا بالروح والحق وهنا بالعمل والحق، عايزين نفهم الحاجات دي تمام. غالبية الناس بيهتموا بالشكليات في كل شيء، ولكن لا يهتمون لا بالروح والحق ولا بالعمل والحق، سواء في علاقتهم مع الله أو علاقتهم مع الناس. يعني تروح لواحد وتقول له: أخطيت، ودي مطنة، وما بيقبلهاش منك. ليه؟ لأنك ما قلتش كلمة أخطيت بالروح والحق، وما ضربتش المطنية بالروح والحق. فرعون قال أخطيت، قالها لموسى وهارون أكتر من مرة، قال لهم مرة أخطأت إلى الرب، ومرة قال لهم أخطأت إلى الرب وإليكم، ولكن ما كانش بيقول كلمة أخطيت من قلبه، ما كانش بيقولها بالروح، وما كانش بيقولها بالحق، ولم تحسب له توبة. يهوذا أيضا رجع الفلوس 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة وقال لهم: أخطأت إذ أسلمت دما بريئا. لكن كلمة أخطيت ما وصلتوش، لم تكن بالروح ولم تكن بالعمل. الإنسان اللي بيضرب مطانية مش مجرد المطانية. جايز واحد يقول: أنا رحت لفلان وضربت له مطانية، هعمل له إيه أكتر من كده؟ جات في بستان الرهبان: لماذا أضرب المطانية للأخ ولا يقبلها مني؟ قال له: لأنك ما بتضربهاش من قلبك، لذلك ربنا ما بيقنعوش إني يقبلها منك. لازم حاجة تكون من القلب بالروح والحق. وهكذا في كل توبة. في إنسان بيقول: أنا تبت يعني حرمت، يعني ما عدتش، لكن مش من قلبه، مش من كل قلبه. جايز بيقول تبت ولسه بيحب الخطية، جايز بيقول تبت ومصمم إنه يمشي في السكة اللي هو ماشي فيه، فمش بالروح والحق. احنا بنصلي ونقول أبانا الذي في السماوات، هل بنقول أبانا بالروح والحق؟ أو واحد يجي يقول لواحد أنا ابنك، هل بيقولها بالروح والحق؟ ربنا بيقول: إن كنت سيدا فأين كرامتي، وإن كنت أبا فأين هيبتي؟ إحنا بنقول ربنا يا أبانا، ومع ذلك بنكسر وصاياه. بنقول له أبانا الذي في السماوات، ومع ذلك ماشيين في
في خطايا الأرض، لأن ما بنقولش كلمة أبانا بالروح ولا بالحق. الصلاة اللي بالروح تصعد إلى السماء وتصل إلى عرش الله، أما الصلاة الخالية من الروح فليست لها قوة ترتفع بها إلى فوق. عايزين الصلاة الروحية. الصلاة اللي بالحق، عارفين يعني بالحق؟ يعني كل كلمة بتقولها بتقصد معناها، كل كلمة بتقولها بتقولها بفهم بالحق. سواء كان كلمة شكر أو كلمة اعتراف بالخطية أو كلمة تأمل بتقولها بالحق، لكن احنا بنصلي اهو كلام، اهو كلام لا فيه روح وربما ولا فيه حق. الإيمان، كلنا بنقول ان احنا مؤمنين، ومع ذلك في كلمة عجيبة جدا موجودة في كورنثوس الثانية اصحاح 13، شوف بولس الرسول بيقول ايه، اصحاح 13 آية 5 بيقول: جربوا انفسكم، جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم. جرب نفسك، أنت حقا في الإيمان ولا لا؟ اختبر نفسك. أنت مؤمن أن ربنا موجود في كل مكان، هل هذا بالحق فعلا وبالروح؟ لو كنت تؤمن أن ربنا موجود في كل مكان كنت تنكسف من ربنا، تنكسف من ربنا وانت بترتكب الخطية، لأن ربنا موجود في كل مكان وشايفك. لكنك تقول أنا أؤمن بأن الله في كل مكان، ولا تقولها بالروح ولا بالحق. أنت مثلا مؤمن أن ربنا معين وحافظ، ومع ذلك بتخاف. بتخاف ليه؟ لأنك لا تؤمن بالروح ولا بالحق. لو تؤمن بالروح وبالحق ما تخافش أبدا، تقول الرب لي معين فلا أخشى، ماذا يصنع بي الإنسان؟ تقول إن قام علي جيش ففي ذلك أنا مطمئن. تقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. لكن إذا كنت بتخاف يبقى لست مؤمنا بالروح ولا بالحق. اهو كلام بيتقال. الانسان المؤمن الحقيقي تلاقيه انسان قوي في قلبه، انسان مملوء بالثقة في الداخل، لان الايمان هو الثقة. لكن الانسان اللي بيقول انا مؤمن ومع ذلك ما عندوش ثقة في ربنا، ومع ذلك بيخاف، ومع ذلك بيخطي، يبقى ليس مؤمنا بالروح ولا بالحق. ده كلمة الإيمان كلمة كبيرة، ممكن تشمل الحياة الروحية كلها لو الإنسان مؤمن بحق. لو أنت مؤمن بالآخرة مش ممكن تعيش حياة ضائعة على الأرض، لأن عارف أن كل شيء هتعطي عنه حسابا في الآخرة. لو الإنسان مؤمن بالحق مش ممكن إنسان ينتحر، لأن اللي بينتحر بيشعر أن الموت بيخلصه من متعبه، بينما الموت ليس نهاية حياة. لكن إحنا بنتكلم على أشياء كثيرة لكن ليست بالروح ولا بالحق. يا ما بندي ربنا وعود، يا ما بنقول لربنا عواطف، يا ما بنقول له أحبك يا رب من كل قلبي، وهو كلامك.
الرسول بيقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. فين العمل وفين الحق؟ بطرس الرسول قال للمسيح أنا معاك ولو أدى الأمر إن أنا أموت معك، ولو أدى الأمر إن أنا أذهب للسجن، ولو 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 كلام. فين العمل والحق؟ لما جت ساعة العمل وساعة الحق أنكر المسيح. عشان كده في سفر النشيد بيقول اجعلني خاتما على قلبك خاتما على ساعدك. خاتم على قلبك في وسط عواطفك، خاتم على ساعدك في العمل في الحق. بتحب ربنا بطريقة عملية مش مجرد عاطفة. العاطفة لوحديها ما تكفيش، والعاطفة لوحديها ليست هي الحب. الحب الحقيقي يكون حب بالعمل والحق، لا نحب بالكلام ولا باللسان. سهل جدا ان الواحد يتكلم كلام حب، ووقت اللزوم ما تلاقيش هذا الحب ابدا. جايز واحد في الصدقة بيعطي الفقير، لكن هل وهو بيعطيه بيكون بيحبه فعلا، بيحبه بالحق وبيعطي الصدقة عن حب، ولا بيعطيها عن إلحاح هذا الفقير وضجره وتعبه وضغطه وما فيش حب؟ يبقى فين الصدقة دي؟ فين الإشفاق على الفقير؟ هل فعلا انت بتعطي فقير بيكون عندك عاطفة الإشفاق والحب بالحق وبالروح، ولا ماشية كلامك؟ وأيضا الصداقة، الصداقة بالروح وبالحق وبالعمل، هما الثلاثة مع بعض. يعني ايه صداقة بالحق؟ مش صديقك يعني صاحبك اللي تدافع عنه في الخطأ وفي الصواب في الفارغة والمليانة، لا. الصديق بالروح والحق، تقف إلى جوار صديقك في نفس الوقت بتقف إلى جوار الحق، لأن الحق هو الله، وإذا بعدت عن الحق بعدت عن الله. يبقى أنت لما تصادق واحد تصدقه بالروح وبالحق. في واحد يقول أنا صديقي بكل روحي معاه، هل بالروح معاه بس ولا بالروح والحق؟ بالروح والحق يعني توبخه إذا كان يستحق التوبيخ، وتقول له ده غلط إن كان هو في الغلط، لكن إذا دافعت عنه في الغلط ما تبقاش صديقه بالحق. جايز بالروح لكن مش بالحق. والكتاب بيقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. صديقك هو اللي يكون في علاقته معك فيها الصدق، ولذلك الصداقة والصدق دخلوا مع بعض. الصدق يكون صادق في محبته ليك، الذي يتملقك ويقول لك كلام مديح يوقعك في غلطة مش صديق صحيح، مش صديق بالحق. اللي يجاملك ويدافع عنك في أخطائك ما يبقاش صديق بالحق، لأن الحق مش موجود. بالروح والحق مع بعض. الناس بيحبوا اللي بيقفوا جنبهم في كل موقف، لكن مفروض يقفوا جنبهم بالحق. ده حتى أنت في علاقتك مع ربنا مفروض تكون علاقتك مع ربنا وخضوعك لربنا برضو بالحق، بالروح والحق. جايز انت بتخضع لربنا مضطرا وليس حبا،
ومش من روحك. زي أي إنسان بيخضع لرئيس من رؤسائه بحكم الوظيفة وليس بالروح ولا بالحق. عشان كده ربنا عايزنا كلمة الروح والحق تكون معانا في كل تصرف من تصرفاتنا. في الصلاة أيضا تصلي بالروح. في واحد بيصلي باللسان لكن في إنسان بيصلي من روحه. من أحسن الأمثلة اللي وضعها لنا الكتاب في الصلاة دي صلاة حنة أم صموئيل. صلت صلاة كان كده صلت صلاة ونذرت نذرا وبكت بكاء من كل قلبها. في إنسان بيصلي بروحه من كل قلبه لكن مش بالحق، زي اللي بيصلي ويطلب انتقام من عدوه، أهو دي مش حسب الحق. لكن انت بتصلي مثلا وبتقول اغفر لنا كما نغفر نحن ايضا، وبتقول بصلي من كل قلبي، هل فعلا من كل قلبك بتقول انك تغفر لمن اساء اليك، ولا صلاة بالروح وليس بالحق؟ اغفر لنا كما نغفر، وكل روحك بتقول اغفر لنا، لكن كما نغفر بتقولها بالحق ولا من غير حق؟ عجيب ان الواحد يكون بيصلي وفي صلاته لا يكون مع الحق. وجايز تقول ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، وفي نفس الوقت تكون بتشتهي خطية معينة ومش عايز ربنا ينجيك من الشرير ده، لو نجاك منه تتعب تزعل. واحد بيحب الخطية وبقول له نجينا من الشرير وهو مش عايز ينجو من الشرير. الصلاة بالروح والحق لها قوة. بالروح لأنها من عمق أعماق قلبك، وبالحق لأنك لا تطلب إلا ما يوافق الحق. الكتاب بيقول تصلون ولا تستجابون لأنكم تطلبون رديا. لما تطلب رضي يبقى لا تستجاب. ومن هنا تيجي كلمة واحد يسألها يقول فلان بيدعي علي وأنا خايف منه. بيدعي عليك وأنت خايف منه؟ طب بيدعي عليك ربنا مش ممكن يستجيب هذه الدعوة لأنها خالية من الحب وبالتالي خالية من الحق، وربنا ما يقبلهاش. فيبقى أنت ما تخافش من إنسان يدعي عليك، لأن الإنسان اللي بيدعي عليك ضد ربنا، وما دام ضد ربنا يبقى ربنا لا يستجيب ليه، يبقى الدعوة مش هتجيب نتيجة. الإنسان اللي بيمشي بالروح والحق بيكون قوي في قلبه. يعني آبائنا اللي تقدموا للاستشهاد تقدموا للموت بكل أرواحهم وبالحق لأنهم بيدافعوا عن الإيمان، فماتوا بالروح وبالحق. في كل أنواع العبادة اللي الواحد بيمشي فيها، في صومك، في صلاتك، في قراءتك، في تأملاتك، أين يوجد الروح والحق فيها كلها؟ وهو ناس كتير بيصلوا، يعني يوم الثلاثة الجاي هتلاقي عيد الرسل وكل الكنيسة بتصلي. هل كلهم بيصلوا بالروح والحق؟ ده كانوا هزوا البلد هز، كانوا هزوا السماء.
شوف كان هزوا السماء آلاف بتصلي بالروح وبالحق. هل لما أنت بتسجد فعلا بتسجد كده، ولا بتسجد شاعر أنك أنت ضئيل أمام ربنا وأمام عظمة الله، بتضع رأسك في التراب وتقول له مين أنا حتى أقف أمامك؟ أنت ملك الملوك ورب الأرباب، بتسجد من عمق أعماق قلبك بالروح والحق. عشان كده المسيح قال لا السجود في هذا المكان ولا في أورشليم، الله روح والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. المسألة مش بكثرة الصلوات ولا بكثرة السجود، صلاة واحدة بالروح والحق أحسن من 100 صلاة، سجود مرة واحدة بالروح والحق أحسن من 100 مطنية خالية من الروح. لذلك آبائنا القديسين كانت صلواتهم قوية وكانت مطنياتهم قوية وكانت أصوامهم قوية. أنا لما بصوم وبدور على نوع من أنواع الطعام الصيامي يلذ لي في الأكل، أنا بصوم بالروح والحق. بالروح والحق يعني الواحد بيمنع نفسه، يعني بيضغط على نفسه، يعني زي ما قال دانيال، دانيال النبي لم آكل شيئا شهيا، شيئا شهيا يعني شيء تشتهيه نفسه. وزي ما قال أحد الآباء في البستان، قال إنك أنت لو أكلت أكله وكان فيه لذة معينة ارفع يدك عنه ونفسك لا تزال تشتهيه، يعني ليك نفس تاكل وتروح مانع نفسك ما تكملش. لكن اللي بيدور على أصناف في الصيام تلذ نفسه، يبقى فين الصوم بالروح والحق؟ فين؟ فين منع النفس؟ فين ضبط الجسد؟ فين ضبط الشهوات الجسدية؟ مفيش. لذلك الناس اللي كانوا بيصوموا بالروح والحق كانت أصوامهم تقتدر كثيرا في فعلها، لأنها أصوام قوية بكل الروح. الملائكة عبادتهم عبادة قوية لأنهم أرواح، عشان كده العبادة بتاعتهم بالروح لأنهم أرواح. لكن ساعات إحنا العبادة بتاعتنا بتبقى جسدية، بنسجد بالجسد والروح ما بتشتركش، بنصوم بالجسد والروح ما بتشتركش، بنصلي باللسان الشفاه بتتحرك يعبدني بشفتيه ولكن الروح ما بتشتركش، بنقرأ بالجسد لكن أرواحنا ما بتشتركش. يبقى فين العبادة بالروح والحق؟ فين؟ ربنا يريد أن أرواحنا تشترك مع أجسادنا، بل ممكن الروح لوحدها تعبد ربنا حتى بدون اشتراك الجسد، زي القديس يعقوب المقطع، لكن ليه ايدين يرفعهم لفوق ولا رجلين بيركع بيهم او بيسجد بيهم، لكن روحه كانت متعلقة بالله. هذا هو اللي ربنا بيطلبه مننا، العبادة بالروح والحق. اما بالنسبة لمعاملتنا البشرية بيقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. لما تيجي ام توافق ابنها على كل ما يريده وتقول انا بحب ابني، لا انت بتضريه، صحيح بتحبيه بالروح مش بتحبيه بالحق. لما انت تجامل طفلك في اخطائه وتفرح بيه في اخطائه، يبقى أنت بتجامله بالروح وليس بالحق. عشان كده لما أب يوبخ ابنه مع أنه بيحبه
يبقى ماشي حسب الحق. عالي الكاهن لم يربي أولاده، كان بيجملهم، فهلك أولاده هو هلك معاهم لأنه ما كانش ماشي حسب الحق. ولما ابتدى يمشي حسب الحق ووبخهم، ما كانش بيوبخهم بروح، كان بكلام ني ضعيف هزيل لم يترك قوة فيه. احنا عايزين كلمة الروح والحق دي تفضل ماشية معانا طول حياتنا في كل عمل نعمله. عشان كده في انسان بيخدم خدمة روتينية ما بتجيبش النتيجة، وإنسان بيخدم بكل روحه تلاقي ابتدى بيعمل تأثير ضخم في الخدمة لأنه بيشتغل بالروح وبالحق. تقول لي طب يعني ايه يخدم بالروح وبالحق؟ بالحق يعني حسب الإيمان السليم، حسب التعليم السليم. لأن في واحد في الخدمة متحمس لكن تعليمه مش مظبوط، فيبقى ده بيخدم بالروح لكن لم يخدم بالحق. بالحق يعني بالتعليم السليم. بالحق يعني لما تلميذك يسألك سؤال وانت مش عارف قل له حاضر بعدين اجاوبك على السؤال ده، لكن ما تقولش اي كلام مهما كان خطأ، يبقى انت ما بتشتغلش بالحق. لازم كل حاجة تكون بالروح وبالحق في خدمتك، تخدم بكل روح وبكل حق. في ناس لسانهم فيه رياء، لسانهم فيه نفاق، لسانهم فيه إدانة، يمشي ورا الإشاعات، ما بيمشيش حسب الحق. يسمع كلمة من بعيد تلهلبه ويثور ويضج، تقول له بتثور بإيه؟ يقول لك روح التهبت فيه. لكن هل روحك كانت مع الحق ولا التهبت روحك من غير حق؟ بالحق يعني تفحص كل شيء وتتمسك بالحق. هذه الحاجة اللي الكتاب عايزنا نمشي فيها بأرواحنا وبعقولنا. يبقى كل ما فيك بيشترك مع ربنا، بتعبد ربنا بقلبك، بتعبد ربنا بروحك، بتعبد ربنا بعقلك، بتعبد ربنا بلسانك، بتعبد ربنا بجسدك، كلك على بعضك بتعبد ربنا بالروح وبالحق. نكتفي كده، اتفضل.